يعني كيف يتم تجنيد الشباب الغض؟ انا شايف في تقديري بانه احنا كمجتمع وكقوى فاعله وقوى سياسيه ومجتمع مدني اثرنا في ان احنا نسيب ابنائنا ضحيه لهؤلاء. ليه بينجح الاخوان في اصطياد بتعبير الاساتذه استاذ اسلام والاستاذ احمد اصطيادهم كالفريسه؟ احنا كمجتمع المفروض احنا نحميه، نقدم له الحمايه. اعتقد ده اللي بيحصل دلوقتي من خلال تغيير شكل الخطاب الديني المعوج وتغيير المفاهيم والمرجعيات، نحرر دماغنا من هذه الثقافات الباليه اللي الاخوان نجحوا على مدار 80 سنه في غرسها وزرعها في المجتمع المصري.